شدت روائع الملحون وخالدات الأندلسي والغرناطي. اختيارها لأسلوبها الفني جعلها صلة وصل بين الأجيال وتراثنا الفني المغربي. قولوا لا لغت مولتي جود بوصالك عالعشيق يا ملغيت. قولوا لا لغت مولتي. لقيتي نفسك يعني مجبرة أنك تعمقي في الدراسات في هذا المجال، أولا كان اختيار فقط وسط يعني هاد نقولوا هاد الشعب اللي كانت موجودة آنذاك من أجل يعني إتمام الدراسات العليا فقط؟ أعشق الفنون أينما هبت نسائمها، لكنني أحتضن فن الملحون بكل جوارحي. واش نقدروا نقولوا أن المرحوم يعني الفنان المقتدر الحاج الحسين التلالي والمبدع الحاج محمد الوالي هما اللي عطاوا الباور الانطلاق يعني واحد صوت نسائي نحو التألق في سماء الملحون؟ كيقول لك واحد الجملة بأدب الملحون قال لك الشيخ بلا شيخ جبحو خاوي. واش ما كتفكريش دونك انك عندك يعني واحد الجيل اللي بغيتي توصلي له هذا الميساج هذا الرساله؟ واش ما كتفكريش ان عن طريقك انت كاستاذه انك ديري ان ستيل يعني اللي تروجي به هذا الموروث الثقافي الفني ديالنا؟ وما احوجنا باش اننا نشدوا بيد الكفاءه. انا ممكن من غدا نهز شنطتي واحسن دوله نمشي نعيش فيها.